انعكس التردي في الملف الأمني بالعاصمة بغداد، لا سيما بعد حادثة تفجير منطقة الكرادة، على مجمل الحركة الاقتصادية والتجارية في المنطقة التي تعد واحدة من أهم مناطق بغداد التجارية، لما تضمه من محال ومقار لشركات تجارية. أصحاب المحال التجارية في المنطقة أكدوا توقف حركة البيع والشراء بسبب تجنب العوائل الخروج خوفا من التفجيرات. والله هو السوق تقريبا شبه متوقف، البيع يعني حركة الزبائن، شارع فارغ بسبب التفجيرات الأخيرة اللي صارت، خصوصا تفجير الكرادة اللي راح ضحيته يعني كمية كلش كبيرة من الشباب، يعني كان السوق يعني شوية بيروح يعني أكثر من هيجي من بعد هاي الأوضاع الأخيرة اللي صارت والتفجيرات الأخيرة. الناس ما عرفوا، قامت تخاف تطلع يعني أو هيجي شيء، لأن يعني الشارع ده اشوفه يعني يمكن فارغ كله، حتى سيارات ماكو بالشارع. الوضع الاقتصادي هسه بهالوقت يعني متاثر بالوضع الامني، يعني الوضع الامني هسه يعني متردي، من يصير تفجير من بعد التفجير تكون حركه ميته بالشارع، ماكو اي حركه، يعني نفسيا العالم بعد ما تقدر تطلع من البيت، ما تقدر تروح لعده شغله هيك تكون مؤجله، اضافه للوضع الاقتصادي. الموازنة اللي صارت، التأخير مال الموازنة، انخفاض أسعار النفط، تهديد الموظف بانحسار راتب. إذا فرع واحد ينسد يأثر علينا، مو انفجار يصير بنص السوق، هم يعتبر بنص السوق هذا حتى لو شوية بعيد علينا، يأثر على السوق سلبياً. يعني من ناحية العالم ما إلها نفس تطلع بالشارع بعد، ما إلها نفس يطلع يشتري لفت حاجة وهو عنده مصاب، يعني ما إلها نفس ببلده هيش تأذى وصار عنده دمار. والله السوق هسه واقف حيل، تعرف عمود الانفجارات الأخيرة ما كرادة أثرت على السوق هواي. يعني الوضعية هي شغلنا، وين الوضعية؟ الوضعية زينة، اكو شغل، ماكو وضعية نفس الحالة. والاقتصاد حيل تعبان أبو، وإيجاراتنا صعبة، وتعرف أنت هسه